الله الرحمن الرحيم، كدأبها دوما رائدة في مجالات التعليم والبحث العلمي في السودان، دوما ترنو جامعة الخرطوم إلى الآفاق البعيدة، وذلك من خلال التطوير المستمر والدؤوب والذي يتسربل عبر منظومتها التعليمية والعلمية الرصينة من كليات وإدارات ومعاهد ومراكز بحث وغيرها. معهد بحوث البناء والطرق الوليد الطليعي لكلية الهندسة أحد كليات جامعة الخرطوم المرموقة، والذي شهم بلورة فكرته الأولية والأساسية عندما دعت الحاجة إلى إنشاء جهة هندسية تعنى بالبحث في مجال التربة والبناء، بغية ربط الجامعة كذلك بالمجتمع والإسهام في تطوير وحل مشاكل البناء والتشييد بالسودان. الحاجة إلى إنشاء كيان لبحوث البناء والطرق وصناعة مواد الطرق في السودان، خصوصا كان ذلك مع بدايات النهضة العمرانية في البلاد وبداية المشاريع الكبرى في السودان، قامت سد الرصيرس وسد خشب القربة ومشاريع السكر ومناقل، صاحب ذلك أيضا بداية المنطقة الصناعية في الخرطوم البحري. كل هذه العوامل مع النهضة العمرانية في العاصمة القومية دعت إلى العناية ببحوث البناء والطرق. فكلمة محطة ليست من المصطلحات المعروفة ولا المستخدمة داخل الجامعات، جامعة الخرطوم والجامعات الأخرى، وكلمة القومية كذلك ليست من المصطلحات المتعارف عليها والمتداولة داخل جامعة الخرطوم، ولكن تم اختيار هذه الكلمات بغرض الدور الذي يفترض أن تقوم به المحطة القومية لأبحاث البناء. وعقب ندوة حشد لها خيرة العلماء والمؤسسات ممثلة في سكة الحديد والأشغال وعديد الجهات الهندسية الأخرى المشتغلة في البناء والتشييد والعمران، فجاءت نتائج الندوة توصية بإنشاء تلك الجهة والتي عرفت بالمحطة القومية لأبحاث البناء MPRS في العام 63900 ألف. وأول ما كان عني به هذا الكيان هو أبحاث التربة، ولسبب أثر هذه التربة المتمددة في السودان على كثير من المباني والأضرار والأحطاب التي كانت تصيب كثيرا من المباني التي قامت على مناطق تغلب عليها التربة الطينية المتمددة، ثم دخلوا أيضا في مجال صناعات المواد والطوب والأسمنت ودراسات الأسمنت إلى غير ذلك، وتطور المعهد بعدئذ إلى مركز أبحاث حقيقي، وكانت تجرى هذه البحوث في هذه المجالات المتصلة بمشاريع التنمية. نحن رأينا في ذلك الوقت أن لا تكون هذه البحوث بحوثا يسمونها حرة فقط، لكن لابد لها أن تكون مرتبطة بالبيئة السودانية وأن تكون مرتبطة بمشاريع التنمية الكبرى في البلاد. أسندت إدارتها لقسم الهندسة المدنية بكلية الهندسة والعمارة البروفيسور هوبر، والذي أعد خلال فترته التي امتدت لأشهر معدودة أعد الاحتياجات الفنية للأجهزة والمعدات المعملية، إذ شرع كذلك في استيراد أول ماكينة حفر من أمريكا للسودان، ليشهد العام 64900 ألف تعيين أول سوداني وهو محمد عبد الله جلندر مديرا للمحطة، حيث تم في العوام 65900 ألف و66900 ألف التأسيس الفعلي والتخطيط لأول برنامج للأبحاث في السودان، أجيز بواسطة الجمعية الهندسية آنذاك ليأذن عام 67900 ألف بإجازة النظام الأساسي رقم 32، والذي أتاح للمحطة نافذة مهمة من الاستقلال عن كلية الهندسة. في العام 67 هي صارت جزء من الجامعة، طبق أجازة مجلس الجامعة وهو الجهة التي تجيز القوانين والنظم الأساسية داخل الجامعة، أجازة نظاما جديدا للمحطة وسمي النظام الأساسي 32، والذي بموجبه يعني أخذت المحطة وضعا شبه مستقل. الفترة قبلها كانت تتبع لكلية الهندسة، ولكن منذ العام 67 هي يعني أخذت وضعا مستقلا بعض الشيء، وصارت لا هي المركز يتبع الكلية ولا هي معهد، المعهد هو جسم مستقل في مقام كليات. يعني انتقلت بعد ذلك، يعني بدأ الأنشطة بتاعتها بدأت تتوسع،
وبدت الضرورة لإنشاء مباني ومعامل خاصة بها. ثم شهد العام 68-900 ألف التوسعة في المباني وابتعاث بعض طلابها للدراسة فوق الجامعية بالخارج لمقابلة متطلبات التوسع والتطور في مجال البناء والطرق، ليكتمل في العام 70-900 ألف تأريخ الانتقال للمباني الحالية بعد تجهيزها بالمعدات والمعامل. كما أنها صارت قبلة يتوافد عليها الأساتذة من حملة الدكتوراه ليضيفوا إليها إضافات ثرة ومهمة في مسيرتها، ليكون الناتج دراسات وافية لاحتياجات بحوث البناء في العام 74-900 ألف مصحوبا بتفاعل إقليمي ودولي وخدمي للمحطة. ابتدينا بمشاريع البنية التحتية بالنسبة للسودان كله، ما خلينا حتة في السودان أو منطقة في السودان إلا وكان عندنا يد في فحص التربة في هذه المناطق جميعا حول السودان. وتحركنا المعمل في المشاريع الكبيرة، يعني مثلا شلنا المعمل ودينا له بيت، شلنا المعمل ودينا له جنبلي في جنوب السودان اللي هو من بور لملكال، شلنا المعمل وديناه بور السودان، تطوين المينا الجنوبي، اشتغلنا كهرباء كريمة، واشتغلنا حاجات كثيرة جدا جدا في التنمية تلم، لأنه ما كان عندنا منافس في مسألة الحفر. ليجيء التعديل الثاني لنظام الأساس رقم 32 للمحطة في العام 77-900 ألف لتتحول بموجبه إلى معهد بحوث البناء والطرق، مع تعديلات تفي الهيكل التنظيمي له، وتعيين مدير له هو محمد المصطفى، ليعقب ذلك في العام 81-900 ألف إلحاق مشروع سوبا لصناعة الطوب الأحمر بمعهد البحوث، نتيجة للعقد الذي وقع بين حكومة السودان ويوغوسلافيا الاشتراكية بإقامة مصنع نموذجي إنتاج الطوب الأحمر. في العام 81 يعني قام أو ظهرت فكرة في أن يطبق بعض الأبحاث العلمية الهندسية داخل المعهد، وتجد لها تطبيق خارجي في شكل مشاريع تطويرية، فنشأ ما يعرف بمشروع صوبة لتطوير مواد البناء. وكان يعني تصادف أن هنا الحكومة اليوغوسلافية حينها يعني دعمت أو قدمت دعما لوزارة الصناعة، وفي شكل مصنع نموذجي تطويري تم إهداؤه بواسطة وزارة الصناعة لجامعة الخرطوم، وجامعة الخرطوم بدورة ملكته لمعهد بحوث البناء والطرق ليبدأ أول مشروع تطويري لصناعة الطوب الآلي، ليكون نواة تعليمية وتدريبية ومنتجا لهذا النوع من الطوب، والذي إنتاجه 2 مليون طوب في العام. ليرتبط معهد البحوث في العام 83-900 ألف بعدد من المراكز والمؤسسات العلمية في كل من السويد وفرنسا وهولندا وإنجلترا ومصر. وكما شهد ذات العام تعديلات أخر في نظامه الأساس، تمكن بموجبه من تقديم برامج للدراسات العليا وماجستير ودكتوراه في تكنولوجيا البناء والطرق. تطور المعهد بعد إذن وأصبح يقدم دراسات للدراسات العليا في مجال التربة، في مجال صناعة البناء، في مجالات مختلفة، وربط نفسه بالمعاهد المثيرة خارج السودان. ومن حسن الحظ أنه هذا المعهد قام داخل الجامعة وداخل كلية الهندسة، لأنه كان هنالك تبادل فكري وعلمي بين المعهد وبين كلية الهندسة، لا سيما قسم الهندسة المدنية من جانب وقسم العمارة، والآن أصبح كلية للعمارة من الجانب الآخر. لتمثل الأعوام من 93-900 ألف 94-900 ألف وحتى العام 2000، شهد المعهد تطورا ملحوظا ومتسارعا تمثل في توسيع مساحته. كما تمت إجازة برنامج ماجستير تكنولوجيا البناء بالمقررات والبحث التكميلي، وإجازة نظامه الأساسي الجديد الذي بموجبه تم الاعتراف بأقسامه الداخلية، وتم تعيين رؤساء أقسام لها ليزيد معها عدد طلاب الماجستير والدكتوراه والدورات التدريبية والبحوث وأوراق العمل، وذلك من خلال أقسامه الأربعة، وهي قسم الهندسة الجيوتقنية، وقسم مواد البناء والإنشاءات، وقسم هندسة الطرق، وقسم العمارة والتخطيط العمراني، بالإضافة إلى وحدتي سوبا
تطوير مواد البناء، وحدة التقويم الذاتي وضبط الجودة، وهي أقسام ووحدات في اليابسة والمياه مؤهلة بأميز المعامل في السودان. تمكن المعهد من إجراء دراسات الجيوتقنية في اليابسة والمياه مع امتلاكه لماكينات حفر حديثة وماكينة لشد حديد التسليح وجهاز التحميل الديناميكي، وهو الجهاز الثاني من نوعه في السودان، بالإضافة لأجهزة قياس خواص الأسفلت وطبقات الرصف والحرارة والرطوبة والصوت، مدعوما بكادر بشري مؤهل. ووفق كل مراحل التأسيس والتطور التي شهدها معهد بحوث البناء والطرق، يسعى من خلالها المعهد لتحقيق أهداف وغايات مهمة لبلده السودان، تتمثل في إجراء البحوث المتداخلة ذات صلة بالتخطيط العمراني والإنشاءات وأداء المباني والطرق. تتمثل الأهداف العامة للمعهد في إجراء البحوث التطبيقية المتداخلة في مجالات اختصاص المعهد، في مجال التخطيط العمراني، الإنشاءات، هندسة الجيوتقنية، العمارة والطرق، وأيضا في تقديم خدمات للجهات الهندسية المستفيدة من خدمات المعهد، وأيضا تقديم برامج تدريبية متكاملة ومتنوعة للقطاعات الهندسية المختلفة. تمتد أهداف المعهد أيضا في تقديم دراسات عليا لماجستير ودكتوراه للمهندسين وطلاب الدراسات العليا، وأيضا في ربط الجامعة بالجهات بالمجتمع الخارجي والجهات الهندسية المختلفة والتي تستفيد من خدمات وخدمات المعهد. بناء على تلك الأهداف والغايات، كرس المعهد جهده للبحث العلمي لمقابلة احتياجات التنمية في البلاد وإرساء أسس التخطيط العمراني والتنمية وتأهيل كوادر بشرية متخصصة في المجال الهندسي، جاء الكسب فيها وافرا، حيث خرج المعهد 7 من حملة الدكتوراه و107 من حملة الماجستير. كما نفذ المعهد كثيرا من البرامج والمشاريع البحثية والتدريب، حيث تمكن المعهد إثر ذلك من تنفيذ عدد من الدراسات الهندسية لمئات المشاريع القومية ذات الصلة بمجالات تخصصه، تمثلت في مشاريع السدود وخطوط نقل الكهرباء وخطوط أنابيب البترول وموانئ الصادر والوارد في بورسودان وسواكن. نتج عن ذلك توطين الخبرة في المجال العملي وتوفير مبالغ مالية للدولة، حيث شارك المعهد عبر هندسة الجيوتقنية في الدراسات الهندسية للعديد من المشاريع القومية مثل قناة جونغلي آنذاك وسد الشريك وسيتيت وتعلية الرصيرس، وإجراء فحوصات التربة للعديد من الجسور على الطرق القومية مثل طريق زالنجل جنينة والقنوات مثل بارك وكجة وأزوم وطريق التحدي وجسور السكة حديد. هذا المعهد أن يكون قد قدم خدمات جليلة لجميع المشاريع الكبرى في السودان بإجراء البحوث التربة، البحوث العميقة في التربة والمعمقة في التربة، وقدم النصائح اللازمة لتصميم المباني والأساسات الكبيرة خصوصا لهذه المشاريع الكبيرة، سواء كانت هي خزانات أو كانت منشآت ضخمة جدا صناعية أو سكنية أو شيء من هذا القبيل. ونحن سعداء جدا أنه بعد مرور هذا الوقت الطويل منذ نشأ المعهد إلى الآن، أنه قد تمكن بفضل الله من تحقيق كثير ما كنا نصب إليه من أهداف عندما تم إنشاؤه، وهذا قليلا ما يحدث. لكن المعهد الحمد لله تطور وأصبح من معاهد التربة المرموقة. هذا إلى جانب مشاركة المعهد في الندوات والمحاضرات وورش العمل والعون العملي للمؤسسات الحكومية والمشاركة في المجالس المتخصصة والكورسات التدريبية. كما قام المعهد في مجالات الإنشاءات ومواد البناء بالعديد من الاختبارات المرجعية للأسمنت والحديد ومواد البناء المختلفة، مع تقويم دراسة العديد من المنشآت التي ظهرت بها المشاكل أو تقديم الحلول لها. أما قسم العمارة فقد قام بالعديد من الدراسات الخاصة بالمباني قليلة التكلفة مع اليونسكو والمحميات السكنية. تكون الهيكل التنظيمي من مجلس المعهد، مدير المعهد، أقسام المعهد المختلفة، وأيضا وحدات إضافية، وحدة السوبة لتطوير مواد البناء، ووحدة التقويم الذاتي والجودة.
والمعهد إيمانا بدوره العلمي والبحثي فقد جاءت مشاركته ثرة ووافرة في العديد من المؤتمرات والسيمينارات وورش العمل والندوات في عدد من الدول الأوروبية والآسيوية والإفريقية، منها مثالا لا حصرا المؤتمر الدولي التاسع للمنظمة العلمية لبحوث البناء CIP في ستوكهولم بالسويد في العام 83-900 و1000، ومؤتمر كلية الهندسة جامعة الأزهر في العام 89-900 و1000، والمؤتمر الإقليمي والإفريقي للهندسة الجيوتقنية في الكاميرون للعام 2007. وفي الداخل نظم المعهد وأسهم وشارك في العديد من الفعاليات، منها المؤتمر الدولي الأول لاستخدام الأخشاب السودانية في المناطق الحارة في العام 84-900 و1000، كما أسهم المعهد في المؤتمر العالمي للتشييد على الصخور الضعيفة في العام 13 و2000، كما أن للمعهد مسيرة حافلة في مجال النشر بعدد مقدر من المطبوعات، حيث قدم معهد بحوث البناء والطرق خلال مسيرته العامرة بحول الله تعالى 117 ورقة علمية وإصدار مجلة علمية محكمة نصف سنوية عرفت بمجلة بحوث البناء والطرق وملخص محكم للأبحاث المتميزة في المجال الهندسي وإصدار دورية تعريفية للتعريف بأقسام. أما بالنسبة للمستقبل فإحنا يعني بنطمح ونطمع في أن المعهد يكون في مصاف المعاهد والمراكز الكبرى في العالم التي تقوم بالمهام الأساسية اللي يقوم بها المعهد، وزي BRE في بريطانيا ومعهد بحوث البناء في الهند وبعض المعاهد الأخرى في جنوب أفريقيا ونيجيريا والدول الأخرى الكومنولث، يعني لأنه المعهد يقيم يعني على قرار النظام البريطاني واللي فيه دائما في جهة بتقوم بأبحاث الأبحاث في مجال البناء، وجهة دي بتكون دائما جهة قومية متكاملة وبتقوم بجميع الأبحاث والخدمات الخاصة في مجال البناء، وأيضا تمتد المهام بتاعة المعاهد المراكز هذه حتى يعني القيام بعمل المواصفات في مجالات البناء المختلفة. في ظل التحديات الحالية التي تواجه مجالات البناء والطرق في عالم اليوم والمسيرة الحافلة لمعهد بحوث البناء والطرق والتميز والقدرة العلمية والعملية والأرضية التي يقف عليها، يتطلع المعهد أن يكون في مصاف المعاهد المتقدمة ويقدم نفسه للمؤسسات والوحدات الهندسية ذات الصلة والمهندسين والعالمين في مجال صناعة البناء وهندسة الطرق في تقديم الحلول العلمية لمشروعاتها الهندسية والسعي الدؤوب لتوطين الخبرات في مجال تخصصه ريادة ورفعة لبلده السودان ومحيطه الإقليمي والدولي والإنسانية جمعاء. ودمتم.